السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديروا البريك على النبي. اول حاجه غليت البطاطا وقشرتها، ودوك راح نهرسها، ندير لها شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل، وشويه تاع الزبده باش نطري البطاطا. في مقله درت شويه تاع الزيت، وراح نقلي كميه تاع البيونداشي مع شويه ملح وشويه فلفل كحل. نحتاجو البيض، نحتاجو الفيونداشي مع عدنوس، زيتون هكا مقطع ايفيلي، جبن الهامبورغر ولا استعملوا جبن طري، والبطاطا. درك نسخنوا الزيت، وما نكتروش الزيت من الاحسن، ما تكتروش بزاف الزيت، وراح نقلي حبات البريك. ان شاء الله تكون عجبتكم كيفية البريك العنابي. في الأخير رشيتوا المعدنوس وتزينوها هكا بالليمون. إن شاء الله تجربوه. صحة فطوركم وإلى اللقاء.